يا أخي والله بقعد أفكر كده، يعني إلى متى سوف يظل العالم قابعا داخل غرفة مظلمة لعزف مقطوعة الصمت؟ بل هو صمت إنه وصف قد يوصف بالصمت الأعمى. هل هناك صمت أعمى؟ يمكن، لكنه صمت أعمى عندما يتعلق تحديدا بقضايانا العربية، فلسطين وغير فلسطين. لو إنه القضايا بعيدا عن المنطقة العربية، العالم يلتفت ويصول ويجول ويصدر الضجيج ولا يكف عن أي صخب، بل ويقدم الدعم المالي ويقدم الأسلحة ويقدم الدعم الإنساني، يفعل كل ما يمكن للجنس البشري أن يفعله. أما عندما يتعلق الموضوع بقضايانا العربية، فإن العالم يستمر في عزف مقطوعة الصمت الأعمى. هل إحنا في مصر هنسكت؟ لا، مصر بتشتغل على أكتر من محور. حضراتكم عارفين بالمناسبة، يعني عشان حتى كنت بقول مسألة الجولات، والله هنكسب الجولات دي ولو حتى بالنقاط، مع أننا في 73 كدنا أن نفوز بضربة قاضية لولا تدخل الأمريكان وجسرهم الجوي ودعمهم لهذا الكيان الغاصب. بس كدنا أن نفوز بضربة قاضية. هنقول إيه؟ على كل، الله أعلم، الله أعلم، واللي عملوها قبل كده يعملوها تاني. يعني خلينا أخدك على الزاوية الأخرى، يعني مصر النهاردة في محكمة العدل، مصر من بداية الصراع، من البداية، من أكتر من 75 سنة تقف بجانب الشعب الفلسطيني، مصر طرف رئيسي في عملية السلام، مصر لديها باع طويل جدا في التحرك مع حركات المقاومة الفلسطينية من أيام حتى كمان منظمة التحرير، وتقدروا ترجعوا للقيادات التاريخية الباقية من حركة فتح حتى يمكن اللي أسسوا في البداية منظمة التحرير أستاذ فاروق قدومي أمد الله في عمره، لازال حي يرزق إن أردت يعني أنك تبحث في هذه الأمور. ومصر مستمرة حتى في الحرب، وقفت في السلم، مستمرة مصر حتى هذه اللحظة. طيب نعمل مباحثات، هل حصل تقدم في المباحثات اللي بتجريها مصر بقى هنا مع وفد حركة حماس بشأن الهدنة بالتحديد وتبادل الأسرى ما بين الجانبين؟ خليني هنا أخد معانا على التليفون أستاذ صلاح مغاوري، طبعا الخبير الكبير في الشؤون العربية. أهلا بك يا أستاذ صلاح. اهلا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك استاذ صلاح. واحنا نتحدث عن هذه المباحثات التي يعني تدور مع قيادات حركه حماس وتدور في القاهره، ما الذي وصلنا اليه طبقا يعني لما توصلتم اليه، او يمكن طبقا لما هو وصلك؟ هل هناك تقدم؟ هل نحن بصدد الوصول الى هدنه قريبه قد تخفف ولو قليلا من وطاه هذا العدوان عن الشعب الفلسطيني؟ هناك إشارات إيجابية للغاية بعد المباحثات التي يعني يجريها وفد حماس في مصر، وطبعا هناك مستشار رئيس إلى القاهرة. يعني هنا مصر تبذل جهودا حثيثة يعني من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. طبعا يعني هناك الآن مسار جديد يبحث لبحث قطاع غزة يتضمن هدنة مبدئية لمدة 45 زيادتها بعد ذلك إلى أن يتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. وكما أشرت حضرتك أنه القاهرة تبذل جهودا حثيثة وجهودا مستمرة منذ بدء العدوان على قطاع غزة ومنذ عملية 7 أكتوبر، والقاهرة لم تتوقف جهودها سواء على صعيد يعني إيقاف يعني العدوان الإسرائيلي على غزة أو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أو حتى الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادف إلى عدم تصويت القضية الفلسطينية ووقف التأجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب طبعا الموقف المبدئي والثابت للقيادة المصرية الذي دعا إلى ضرورة حل جذري لهذا الصراع بحل الدولتين باعتبار أنه الحل الأمثل
لهذا الصراع الذي دام على مدى أكثر من 75 عاما لم يتم التوصل إلى حلول جزئية رغم الاحتلال في كل بقاع الأرض. لكن طبعا جهود القاهرة ما زالت مستمرة، وهناك الآن حتى الساعة جهود تبذل من أجل وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. المفاوض المصري يبذل جهوده في كل الاتجاهات تقريبا حتى يتم آلة العدوان نزيف الدم الفلسطيني على أراضي قطاع غزة. طيب هل أفهم من كلام حضرتك أستاذ صلاح أنه يعني قد يكون هناك ثمت وصول إلى وجهة نظر موحدة ما بين المفاوض المصري وقيادات حماس على هدنة 45 يوم، ماذا بقى عن الطرف الثاني؟ هو هناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين، حتى أن بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي أشار للمرة الأولى إلى إمكانية إحراز التقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى. الأنباء الصادرة والتي يعني أبرزها الإعلام الإسرائيلي كانت أوضحت بالأمس تحديدا أن هناك انفراجة في المفاوضات التي تجري مع حركة حماس، وأنه بالفعل يعني هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات. كما تعلم أنه الطرفين يعني دايما كعادة المفاوضات أن كل طرف يصعد من مطالبه حتى يحقق الحد الأعلى أو الحد المأمول، لأنه الآن هناك جمهور ينتظر من الجانبين بعد عملية 7 أكتوبر من الجانب، وبعد عملية الدمار الشامل اللي مني بها قطاع غزة. يعني طبعا حركات المقاومة تتمسك بمطالبها بضرورة الإيقاف الفوري وضرورة تبادل الأسرى على مستوى واسع، يعني ما ذكر من تطهير السجون الإسرائيلية أو تنظيف السجون مقابل الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها، لأنه الأسرى ليس كلهم موجودين لدى حماس كما تعلم، هم موجودين لدى أطراف المقاومة بكافة فصائلها، إلى جانب أن هناك بعض الأسرى ما زالوا موجودين لدى يعني عاديين. طبعا الطرف الاخر يعني هناك جمهور ينتظر بعد الفشل الذريع الذي بنيت به الاداره الاسرائيليه في هذه الحرب وتحقيق اهدافها المعلنه من انهاء حركه حماس والافراج عن الاسرى، تلك هي الاهداف التي كانت اعلنت ولم يتحقق منها شيء على ارض الواقع، الى جانب طبعا كما تعلم انه هناك فشل استخباراتي ذريع في العمليه تحديدا، الى جانب الفشل العسكري باستثناء طبعا حاله الدمار الشامل التي شملت قطاع غزه 80% من القطاع تم تدميره تماما، الى جانب طبعا حجم الشهداء الذي سقط 29,000 شهيد إلى جانب 69,000 من المصابين والجرحى، فضلا عن 7,000 طبقا للتقديرات والإحصاءات ما زالوا موجودين تحت ركام البنايات التي دمرتها آلة الاحتلال الإسرائيلية ولم يتم يعني إخراجهم حتى الآن، وبعض هذه الجثث للأسف الشديد تحللت ويتم إخراجها بشكل غير إنساني طبعا كل طرف يصعد من مطالبه ويحاول الوصول الأقصى ممكن الوصول إليه. طبعا هناك تصريحات من او من هناك تحاول حتى يصل كل طرف الى نتيجه، لكن طبعا في القاهره هناك يعني شعور بانه القاهره لديها عبء ثقيل لوقف اله الحرب التي تستهدف الاخضر واليابس كما نقول في قطاع غزه. فالقاهره تستشعر طبعا بدورها التاريخي ودورها الداعم للقضيه الفلسطينيه واخره كما تفضلت حضرتك منذ قليل، المذكره التي قدمت من جانب مصر لمحكمة العدل الدولية والمرافعة التي استمعنا إليها جميعا من يعني مستشارة وزير الخارجية للشؤون القانونية أمام محكمة العدل، وكانت يعني مرافعة شديدة القوة وشديدة الصلابة أمام هذه المحكمة الرفيعة في المستوى. فأعتقد أن موقف مصر لا يمكن المزايدة عليه، لا يمكن أبدا أن نهدر ما قامت به مصر في دعم القضية الفلسطينية على مدى عمر هذه القضية، أكثر من 120,000 شهيد في الحروب مع المصرية مع إسرائيل، إلى جانب طبعا أنه مصر هي الداعم الرئيسي والداعم الحقيقي للحق الفلسطيني وهي المطالب بحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم. فالقاهرة ما زالت تبذل جهودها على كافة المستويات بدءا من القيادة السياسية والوزير الخارجية والدبلوماسية المصرية تبذل جهودها، إلى جانب طبعا
يعني وزير المخابرات الوزير عباس كامل طبعا. يبذل مع رجاله جهودا حثيثه في هذا الاطار. لا يمكن ابدا للعالم كله ان يتجاهل الدور المصري، وطبعا الدور المصري معروف، ومصر قدمت قبل ذلك في عز الازمه الاقتصاديه التي نعاديها في 2021 عندما وقعت اعتداءات اسرائيليه ودمرت قطاع غزه على نحو طبعا اقل مما نشاهده الان، 500 مليون دولار بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح. هنا استاذ صلاح محتاج افهم منك كخبير ومحلل في هذا الشان. حضرتك استخدمت المصطلح هناك تقدم ملحوظ، واستخدمت ايضا رقم انه احنا من الوارد ان نصل الى هدنه 45 يوم يتم تمديدها، واستخدمت ان هناك تصريحات قد تبدو جيده من جانتس. السؤال، هل تعتقد انه الجانب الصهيوني هيبقى موافق على هدنه ال 45 يوم؟ ده واحد. اتنين، هل يستطيع الالتزام بهدنة 45 يوم والحد من تحركات المستوطنين اللي هيبقوا بيستهدفوا إفساد هذه الهدنة؟ شوف أستاذ يوسف، احنا تعودنا من الجانب الإسرائيلي على اختراق وعدم احترام القوانين وعدم احترام الاتفاقات الدولية، لكن هو طبعا الضغوط التي تمارس والضغوط التي تبذل على إسرائيل دائما ما تحاول أن تفرض الحدود التي يمكن قبولها في هذا الاتجاه. يعني طبعا إسرائيل بدءا من القرار التقسيم الذي سبق إنشاء دولة إسرائيل في عام 48 كما تذكر، لم تحترم هذا القرار ولم صحيح. تحترم قرارات الشرعية الدولية، حتى اتفاق أوسلو الذي وقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 93 برعاية أمريكية، والاتفاق أوسلو 1 وأوسلو 2، يعني التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أو للوزراء اليمينيين المتطرفين في هذه الحكومة لم يلتزموا، حاولوا التنصل من هذه الاتفاقات بشكل أو بآخر، بل إن نتنياهو أكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية ولن يكون هناك حكم ذاتي للفلسطينيين كما ينص على ذلك اتفاق أوسلو. فنحن اعتدنا والعالم كله اعتاد على أن إسرائيل لا تحترم اتفاقاتها ولا تحترم تعهداتها الدولية، لكن طبعا إذا ما يحدث الآن هناك فرصة حقيقية لإحياء الحق الفلسطيني مرة أخرى نظرا لاهتمام العالم وإعادة الاهتمام بهذه القضية التي لم تحل. وحضرتك أشرت منذ قليل إلى أنه القضية الفلسطينية، وأنا يعني مؤمن تماما أنه الحق الفلسطيني سيعود إلى أهله عاجلا أم آجلا، لأنه لم يعد هناك أي دولة محتلة في القرى الأرضية، ليس هناك احتلال دائم، ليس هناك اغتصاب دائم، بدليل أن الثورة الجزائرية قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، ويعني حصلت على الاستقلال. جنوب أفريقيا الأبرتايد والفصل العنصري بعد يعني معاناة طويلة وأثمان كثيرة دفعت حصلوا على حقوقهم. فأنا مؤمن تماما أنه الشعب الفلسطيني سيصل إلى حقوقه وسيحصل على كافة حقوقه رغم التعنت الإسرائيلي ورغم الدمار الهائل الذي نشاهده الآن ورغم الأثمان. يعني هل فعلا نستطيع الوصول لاتفاق 45 يوم هدنة؟ أعتقد أنه سيتم التواصل، لأنه بالفعل يعني لو حضرتك رجعنا إلى الوراء قليلا في حرب 2006 التي كانت بين حزب الله وإسرائيل كانت هناك بالفعل سقوف مرتفعة للغاية قبل توقف الحرب التي امتدت على مدى 33 يوم، لكن في النهاية تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد أن تشبثت إسرائيل أيضا بأنها لن تتوقف إلا بالقضاء على حزب الله وهو ما لم يعد. التاريخ يكرر نفسه اليوم، هي لم تستطع القضاء على حركات المقاومة وحماس صحيح. تحديدا صحيح. لأن حركات المقاومة لديها أرضية تنطلق منها ولديها حق تنطلق منه ولديها بالفعل. بس كده احنا بنتكلم على حركات مقاومة أصبحت موجودة داخل النسيج الوطني الفلسطيني، ما بقتش مجرد حركة مقاومة منغلقة على نفسها. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ صلاح مغاوري خبير الشؤون العربية. بصوا يا جماعة، أستاذ صلاح أشار لحاجة مهمة جدا. زمان الصهاينة لما خدوا قرار أنهم يقضوا على حزب الله فشلوا. طيب فشل ليه؟ بمنتهى البساطة حزب الله مش مجرد محور من محاور المقاومة أو محور من محاور الممانعة، حزب الله هو جزء من النسيج الوطني والاجتماعي اللبناني. مين حابب حزب الله؟ مين مش حابب حزب الله؟ هو ده الوضع. تعال ناخد ده ونروح على فلسطين. مين حابب حماس؟ مين مش حابب حماس؟
مش موضوعي. لازم نبقى واقعيين. حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني، هل لازالت حماس مجرد حركة مقاومة أو تنظيم منغلق على ذاته وعلى أبنائه أو كوادره؟ لا، غلط، غلط بالكلية. يعني اللي متصور إن حماس في فلسطين هي التنظيم أيا كانت بنيته في الكوادر من أصغر كادر لأعلى كادر، مخطئ خطأ فادح. يعني لو حد متصور مثلا نفترض ان حماس دي 100,000 بني ادم او 10,000 بني ادم، ايا كان مش مهم دلوقتي الرقم، انت متصور انه حماس في فلسطين بس هي ال 10,000 المنظمين او ال 100,000 المنظمين؟ غلط، غلط. حماس اصبحت جزء من البناء الاجتماعي الفلسطيني، جزء وغير قابل للتجزئه. أردنا ده ما أردناش، ده مين حابب ده مين مش حابب ده، نحلل كيفما شئنا. التحليل اجتهاد. هل بالضرورة يعبر عن الواقع؟ لا، مش بالضرورة. هل له أسانيد؟ البعض لديه أسانيد، والبعض للأسف الشديد عنده حجج وهي، يعني مش دي القصة برضو. لا، أنا أقدر أقولك أنه حماس لديها نسبة جوه النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، ونسبة ليست بالقليلة وليست باليسيرة.